مرحبا برج الحمل، هذه قراءتك العامة، قراءة الصحيح الطالع الشمسي والقمري. رح ننظر نظرة بشكل عام على الأمور المتوقعة من عدة جوانب في حياتك إن شاء الله، وأبتدي بالجانب العملي، جانب الأموال، المشاريع، الوظيفة وأيضا الدراسة، كله يكون في المجال العملي. ما هي التطورات والتوقعات لك؟ برج الحمل، كأنما الشيء الوحيد اللي واقف بينك وبين كل ما تتمناه في حياتك الرخاء، الحب، العلاقة المكافئة. انت كأنما هني قاعد تنظر الى الحياة بشكل عام. الجانب المادي جدا مهم في استقرارك، حتى في الجانب الاسري ومع الشريك. حان الوقت ان انت تدرك ان الوقت تغير. إذا كنت في الماضي دائما في إحباط، دائما الأمور ما تمشي لمصلحتك، دائما تحس أن كأنما الظروف ضدك، الأمور مجتمعة عليك، مو قادر تحقق لنفسك الشيء اللي طمحت فيه، واجتهاداتك ما قاعدة تعطيك ثمارها. هذا كان في الماضي، يجب أن تدرك أن حين دقت ساعة العمل، بما معناه حان الوقت أن أنت تنهض، أنه معناته أن احنا نتعافى من الأمور اللي حدثت في الماضي، الخسارة، الفشل، عدم النجاح، أمور ما مشت حسب توقعاتنا. لازم يكون عندنا إيمان إن ما مشت لحسب توقعاتنا مو لأن إحنا فاشلين، لأن في هاي الأمر مو مصلحتنا. مكتوب ليوصل لهاي المستوى وبعدين ينتهي، مكتوب لهاي المستوى من النضج. في وظيفتك الحالية أو في مشروعك، كأنما هني مطلوب منك أن تركز على الجانب الإيجابي. كل جانب أو كل شيء فيه له جانب إيجابي، إذا ظلينا نركز ونعمر في الجانب الإيجابي بدل ما نقعد نبكي ونشتكي ونحزن من الجانب السلبي اللي مو عاجبنا في الوظيفة، في المشروع، في الأموال، الأموال مو كفاية، كل ما أحط يدي في مشروع ما يعطيني الثمار. عندما تستطيع أن تتخلى عن طاقة الأكواب، طاقة الخسارة، الندم، تحس ان انت دائما تعيد نفس القصة، مهما مسكت مشروع جديد، بداية جديدة، فرصة في الافق تنتظرك وتحدق فيك. اذا ظليت في هاي الوضع ما راح تدرك ان هاي الفرصة اصلا موجودة، كأنما الفرصة هني قاعدة تعرض نفسها عليك انت. في ظروفك انت الحالية المطلوب منك ان تنظر الى نصف الكأس الممتلئ، لان اذا ظليت مركز فيه راح تدرك وتكتشف مع نفسك شلون تخلي الكأس كله مليان. تطلع من طاقة انا قبل كم سنة صار لي كذا، قبل كم سنة خسرت في مشروع، قبل كم سنة. دائما انا برج الحمل مثلا يظلموني، مو انا اللي احصل الترقيات، مو انا اللي امشي على حساب او على مزاج الرؤساء عندي في العمل واحصل الترقيات. انا عمري ما تفوقت في الدراسة. هاي النوع من الكلام اللي قاعد تتكلم فيه نفسك حان الوقت انه ينتهي. إذا رحلت عن هاي الطاقة، الطاقة الجديدة بروحها ستطرق الأبواب، كأنما عندك شيء يدق الأبواب. حانت ساعة العمل، أيضا فيها صوت الساعة، حانت ساعة اللي أنت تبتدي تحط جهودك في الأمور اللي تريدها أن تثمر، بدل ما تقعد تقول دائما قصة الأرنب لنفسك. قصة الأرنب اللي دائما يعتقد هو دائما طاقته خائفة، دائما يعتقد أنه يوم من الأيام سيأتي النسر ويأكله، ويبتدي دائما يعيد نفس القصة، يقول لنفس الناس، دائما يشتكي من الضرائب، من المصاريف، من قلة الأموال، من الخسارة، من أن أنا مظلوم، الناس يظلموني. هاي النوع من القصة، إذا قدرت تطلع نفسك من هاي النوع من الكلام ستحصل على مرادك. ما هو مرادك ستحصل عليه. الفرصة هني تنتظرك، البداية الجديدة، كأنما في بذرة هني جديدة توها ابتدت تزهر. إذا ما قدرت تعطيها اهتمامك الكامل ما راح تستطيع توصلها إلى مرحلة النضوج، أن تكون شجرة كبيرة تعطيك ثمار. هني أنت اللي عندك القدرة على تحريك الأمور في حياتك. انظر إلى الجانب الإيجابي من الناحية العملية. خلنا نشوف، نوضح الكارتات أكثر. أنا مو قادر تتخطى الحقيقة إن الوقت تغير. الوقت تغير، حان وقت إن أنت تطلع من الحيرة.
كأنه هني يقول لك أي طريق تختاره أفضل من أنك تظل محتار، تظل تتكلم عن الماضي وعالق في طاقة الماضي، وتدرك أن هني في فرصة راح تستطيع تنميها بقدراتك. بطاقة الماء هني اللي عندك صار مثل طاقة الندم، راح تستطيع أن توصل نفسك، ما أقول لك أحد يساعدك، أقول لك توصل نفسك للسعادة الكاملة. هني عندك اجتماع السعادة، الحب، الزواج مع الرخاء والأموال. عندك هاي نوع من الطاقة. لما نشوف أول خماسي يقع تحت 10 الأكواب، معناته التقاء المصب، مصب نهرين قويين، رغبات عندك أن تكون سعيد مع الحبيب، وأيضا تكون متزوج ومرتاح، وعندك الكثير من الأموال. هني دائما الخماسي الأول يتكلم عن مثل البقرة الحلوة قاعدة تدر لنا، تدر بدون توقف. هاي نوع من الأموال اللي تظل دائما تعوم وتأتي لحياتك. في نقطة التقاء عندك إن شاء الله في المستقبل، بس أنت اللي هني المفروض تحط نفسك في هاي المصب. أنت اللي لازم تضع نفسك في هاي الطاقة، تدرك أنها متوفرة عشانك، تدرك أن حان الوقت أن أنت تغير محيط طاقتك. الساحر لما يكون معكوس معناته فعلا انت لديك جميع العناصر مجتمعة في الفترة القادمة عشان تغير وضعك المالي، حتى وضعك الدراسي ووضعك في العمل وفي التجارة. بس هل انت ما قاعد تستخدم قدراتك في المكان الصحيح؟ نعم، لان انت في النهاية عندك طاقة. اذا ظليت تصرفها على الحزن والبكاء والندم وتقول دور ان انا ضحية، انا ضحية، انا دائما ظلموني، انت ما قاعد تصرف هذه الطاقة بان تجلب لنفسك السعادة والشريك والحب اللي متوفرين من اجلك. الساحر معكوس معناته عنده العناصر، ولكن مو عارف يستخدم العناصر من اجل مصلحته. حتى العناصر اذا كانت متوفرة عشانك كأنه ما قاعد تستخدمهم ضدك، ضد نفسك، كأنما هني انت قاعد تمر بمرحلة يسمونها سيلف سابوتاج، تخريب وتدمير النفس ذاتيا. حان الوقت ان تترك او تنهي، تتخلص، تتشافى، تتعافى من المشاكل او القضايا والامور اللي مريت فيها في الماضي. لما نمر بفترة طويلة بماضي ما نعالجه راح يكون هذا هو وضعك. الفرصة الجميلة موجودة ومؤاتية، كل ما عليك ان تفعله ان تدرك أن عندك العناصر، عندك الفرصة قادمة بإذن الله، وتستخدمها بدون ما تقعد تعيد على سمفونية أنا عمري ما نجحت، أنا عمري ما حد قبلني، أنا عمري ما حصلت على مرادي، أنا دائما ما يختاروني من أجل الترقية، أنا دائما ما يختاروني من أجل المنحة أو البعثة. هذا النوع من الكلام هذا فقط اللي واقف عائق بينك وبين كل ما تتمناه في الحياة. الجانب الثاني اللي راح ننظر له هو الجانب العاطفي، راح تكون نظرة عامة على الوضع العاطفي. 3 الخماسيات، 8 الخماسيات. اوكي، الشريك سيأتيك بعرض جديد، ممكن حتى يكون شريك جديد، ولكن في هني مثل ما نقولون في twist for events او twist of events، في حبكة او لفة في الموضوع. يعني الشريك سيعرض عليك شيء أنت ما كنت متوقعه، ولكن شيء إيجابي. سيكون من العدم، ولكن سيكون بطريقة لطيفة. من العدم راح يكون هو منا بادرة بطريقة مبتكرة، إن مثلا خل نبتدي نخطط حياتنا مع بعض، خل نبتدي نفكر في الارتباط، خل نبتدي نفاتح الأهل في موضوع الزواج. هاي النوع من التطور، لأن أشوفك كأنما هني أنت مركز على التفاصيل اليومية، الحياة العملية، الروتين اليومي انت مركز عليه في عز تركيزك وفي عز انشغالك. سيأتيك الشريك بعرض جديد، كأنما انت هنيك في نفس الوقت قاعد تعمل على مشروع تحاول تكبره، يحتاج منك الاهتمام الكامل، لأن مشروع توا قاعد يطلع، او مثلا ممكن حتى في الوظيفة عندك شيء قاعد تهتم فيه تريد ان تكبره، ممكن حتى شهادة علمية، عندك شيء محتاج اهتمامك الكامل. ولكن عرض الشريك
رح يطلب منك أن تعملون في شراكة مع بعض، اللي هي ممكن تكون مؤسسة الزواج، الخطبة، الارتباط، الحب، أن نخلي الأهل، هاي بعد كارت، أن نخلي نبتدي نعرف الأهل على بعض. خطوات جدية ولكن بأسلوب مبتكر، بدل ما يقولك مثلا أريد الزواج بك، رح يقولك شو رأيك نعرف خواتي على أمك، أمي على أمك، هاي النوع من الطاقة، بشكل شوي مختلف، بشكل جديد، بطاقة جديدة، أسلوب مبتكر. أنت هني مشغول يا برج الحمل خلال هاي الفترة اللي سيأتيك فيها الشريك بإذن الله. أنت هني ستكون شوية كأنما في موضع حيرة، تسأل نفسك لماذا الأشياء اللي أريدها تأتيني في الوقت اللي أنا أكون مشغول فيه، وعندما أكون فاضي هذا الشريك يكون مشغول عني، ليش دائما عكس؟ فكرت الحيرة أول شيء، يعني أول ردة فعل منك ما راح تكون جدا متحمسة، راح تكون قاعد تحسب شلون راح توزع طاقتك وجهدك وتوجد الوقت حتى عشان توفق بين العمل وبين عرض الشريك الجديد. ولكن ستدرك في نهاية المطاف كأنما يأتيك الإلهام أن هذا هو الشيء، الشخص، العرض اللي لطالما حلمت فيه. ستدرك أيضا أن أنت في مرحلة النجمة، كرت النجمة معناته أمنيتك في الحياة هي ليست فقط واحدة، أنت مش مسموح لك فقط بأمنية واحدة أو مخير، أما الزواج والحب وأما العمل والأموال والنجاح، أبدا. هني يقول لك لا تتنازل عن الطريقين، لا تحس أن أنت مخير أما يمين وأما يسار، أنت تستطيع تحصل على الاثنين تزامنا في نفس الوقت. كل اللي عليك تسوي أن تتواصل مع نفسك. لما تكون متواصل مع نفسك راح تعرف بينك وبين نفسك بدون حتى أن تسأل الآخرين متى أعطي الوقت الأولوية للشريك، متى أعطي الأولوية لعملي، ومتى أوفق بين الاثنين. هذه أمنيتك اللي تلوح تلوح في الأفق من فترة طويلة يا برج الحمل. فلما تأتيك الفرص، تجتمع عليك الفرص لكذا لأكثر من شيء راح يأتيك خلال شهر مايو، ابتداء من شهر مايو الفرص راح تبتدي تتجمع عليك. الحب يدق بابك، العمل، احتمال أيضا الدراسة والتجارة أو إنشاء أسرة، كلها راح تجتمع الفرص وتكون الأبواب تطرق عليك. فإهني عندما تجتمع الفرص لا تصير أنت انسحابي أو تخاف من الانشغال، تخاف أن أنت ما عندك الوقت والطاقة الكافية أن أنت تتعامل معهم كلهم. مثل ما يقول لك هذه فرصة عمر، خذ الموضوع كله. لازم تدرك أن أنت أمامك حصة الأسد، لازم تستفيد منها بأقصى درجة ممكنة. عندك كرت الأمنية ما تمنيته قاعد يحدث لك، فلا تصير أنت اللي تهرب منه. الحبيب، الحب، الزواج، وأيضا حتى النجاح، كلهم إن شاء الله يأتون في طريقك. القراءة العاطفية التفصيلية راح أسويها إن شاء الله في الفترة القادمة، تكون خاصة أول شيء للمنفصلين والعزاب والمرتبطين عشان ينطبق على حالاتكم بشكل خاص. اللي بعده راح ننظر إلى المجال، الجانب الصحي وأيضا جانب القانون، نشوف ما هي التطورات عندك. برج الحمل، هل أنت تكره، عندك خوف إما من المستشفيات إما من الإبر أو العمليات، إنزين، ولكن كأنما أنت تحتاج لهذا الشيء اللي أنت قاعد تحاول تهرب منه. عندنا بعد كرت انقلب، أوكي، دائما تحاول الهرب، التملص من الفحوص، التملص من زيارة الدكتور، التملص من أن تفصح عن ألمك، تفصح أن أنت محتاج مساعدة في جانب معين في الصحة، تعاني من عوارض ما، قاعد تخبي وقاعد تداري بسبب أيضا نوع من الخوف، تخاف تكتشف أن عندك مشكلة وهذا الشيء يقلقك. خلينا نشوف ما هي النصيحة لك. النصيحة أن تدرك أن أنت الحمد لله حالتك
وصحتك جدا ممتازة ومستقرة وصلبة. العوارض اللي تشتكي منها هي مجرد عوارض، ما في تحتها مشكلة كبيرة أساسية، هي مجرد عوارض يجب أن تعالجها أول بأول عشان ما تتراكم وتسبب مشكلة كبيرة. إذا كنت تعاني من العوارض، إذا ما عندك أي مشكلة صحية، فأنت الحمد لله تمام وستبقى بأفضل حال، عندك كارت الاستقرار وحجر الأساس، فأنت أساسك صلب، ولكن في أمور معينة لازم تنجزها بالتعاون مع إما المستشفى أو النظام الصحي. فحوص روتينية قاعد تتملص منها، جرعة أوبر، جرعة جراحة بسيطة، أنت هني كأنك قاعد تخاف، حان الوقت أن أنت تواجه الموضوع، ما تظل تتملص عشان المشكلة ما تأثر على صحتك العامة وأساسك القوي اللي موجود حاليا وقاعد تتنعم فيه. عندك كرت الإمبراطورة، أنت تتنعم في رخاء وفي صحة وفي نعمة كأن مهني ما تدرك قيمتها، عشان تحافظ عليها لازم تظل أنت اللي تراكض وراها مو تهرب منها. خلنا نشوف الجانب القانوني. عزيزي برج الحمل، في الجانب القانوني حان الوقت ان انت تنظر الى الموضوع اللي عندك، اذا كانت عندك اي قضية في المحكمة او في الشرطة، تنظر الى اذا كان عندك اشخاص معنيين مثل الاطفال، ضع مصلحتهم اولا، لا تخلي عنادك هو اللي يقود الموقف. معروف برج الحمل ممكن بعض الاحيان يكون قوي وعنيد، كرتك الخاص هو اللي طلع عندك، كرت الامبراطور، لما طاقتك تطلع عندك معناتها بمزاياها وبعيوبها قاعد انت ماسك الموضوع. الامبراطور قوي يعتمد عليه، ولكن في نفس الوقت جدا صارم وعنيد، يعني من النوع اللي ما تقدر تناقش معه. هل انت وجهة نظرك في الموضوع غير مرنة؟ هني كأنه ما يقول لك خل عندك شوي تعاطف أو مراعاة للأشخاص اللي راح يؤثر عليهم القرار، مو الخصم، مو شرط الخصم نفسه، ولكن إذا عندك أبناء، إذا هذا الشخص عنده أبناء راح يتأثرون أيضا بسبب هذا القرار، عنده أهل يعتمدون عليه، فكر في هذا الجانب قبل أن تتخذ خطوات كبيرة، قبل أن توصل لمرحلة أنت ما تقدر أن خلاص تتراجع عن قرارك، لأن أشوف أن الحكم إن شاء الله في المستقبل سيكون في صالحك، أو أنت عندك القوة في الموقف، أنت اللي تقدر تحدد. فكأنما هني مطلوب منك أن شوي تنزل من طاقة الإمبراطور وتأخذ طاقة خلني أبحث عن طريقة أحمي فيها نفسي وأحصل على ما أريد، وفي نفس الوقت ما أأذي أو أسمح للأذية تنتشر لأشخاص يعتمدون على هاي الخصم، أبناء، أهل، احتمال إذا بينكم أبناء مشتركين، يعني بما معناه هني حتى لو عندكم مشكلة تخص المشروع أو البزنس، خذ اللي من حقك، ولكن احرص أن أنت ما تدمر سمعة المشروع بشكل كامل، خذ فقط حقك من الموضوع، احرص أن أنت ما تترك أثر مدمر أو أثر يترك نتائج سلبية على حياة هذا الشخص، لأن أشوف كأنما موضع القوة عندك أنت. خلنا نشوف الأخبار القادمة بطريقك، أو من هو الشخص القادم في طريقك إن شاء الله في المستقبل. ثمانية الأكواب مرة أخرى، معناته طاقة الندم أو التعلق في الماضي، عدم القدرة أن احنا نرحل عن أمور، حان الوقت ان احنا نرحل عنها. عزيزي برج الحمل، في الفترة القادمة احتمال شخص من برج ترابي او شخص يرى الامور من وجهة نظر جدا عقلانية وحكيمة، عندك انسان حكيم في حياتك، شخص دائما يقف الى جانبك انت، يأخذ الطريق اليك انت، مهما كانت الظروف هذا الشخص يقف معاك انت، يتفق معاك، إذا عندك أشخاص أنت عدو معاهم هذا هو حليفك، احتمال أم، أخ، أب، أخت، عضيدك في الحياة، كان دائما يتفق معاك في كل الأمور،
في الفترة القادمة راح يختلف معك في أمر مهم، راح يختلف معك ولكن من أجل مصلحتك. راح يخبرك أن يا برج الحمل، احتمال هذا له ارتباط بالجانب العملي أو الجانب القانوني، اربطها مع هذاك الجانب عشان تفهمها. أن هذا الشخص يقول لك فعلا حان الوقت إما أنك تنظر إلى الإيجابيات في حياتك، ما تظل حتى هذا الشخص أشوفك أنه ما تعب أو تملل من كثر ما أنت تندب حظك، فكأنما هني حامل الخماسي بيده قاعد يريك الجانب الإيجابي اللي في حياتك، أنت قاعد يقدمها لك على طبق ويقول لك انظر إلى النعم اللي عندك في حياتك وما قاعد تقدرها، وقاعد دائما عالق في التفكير السلبي، وهذا التفكير السلبي هو اللي يمنعك عن بدايتك الجديدة اللي تستحقها. البداية تنتظرك، هذا الشخص راح يقول لك هاي الكلام، البداية في انتظارك، انت تستطيع ان تنجز، انت اللي تقدر تسوي، راح يقول لك لا تقعد تلوم، راح يقول لك لا تقعد تلوم يا برج الحمل وتقول بسبب فلان ولان علان سوى فيني ولان انا ما حصلت على الترقية ولان لا تعطي اعذار. هذا الشخص يقول لك خلاص كفاية اعذار، كفاية نعيش في الماضي، كفاية نقعد نحاول نمشي أمور ما قاعدة تمشي، حان الوقت إن إحنا نرحل عن الأمور اللي ما قاعدة تمشي، وتطالع الطبق اللي عندك، تطالع حياتك، الجزء المليان فيها، النعم الموجودة فيها. وقتها أول شيء أنت ردة فعلك راح تكون تستغرب من هذا الشخص شلون قاعد يكلمك بهاي الطريقة، لأنه دائما كان يتفق معاك، وأيضا رح يوعيك وإن كان بينكم اختلاف بسيط، رح يوعيك على شيء خفي عنك، رح يرى الأمور حتى يتفق يعني مع أشخاص بالعادة يختلف معهم، من أجل أن يريك أنت الحقيقة، من أجل أن يفهمك أن الكنترول عندك يا برج الحمل، ولكن لازم تطلع من طاقة ثمان الأكواب. رح أسحب لك كرت أخير تبع النصيحة، نشوف ما هي. spiritual connection، الارتباط الروحي بين شخصين، بين شيئين، بينك انت وبين هدفك في الحياة، بينك انت وبين ما تتمنى. يقولك a relationship has a connection that goes beyond this lifetime، علاقة فيها ارتباط يعود الى حياة قبل هذه الحياة، يعود الى ازمان سابقة. ونشوف شخصين بينهم مسافة ولكن بينهم ارتباط عقلي أو روحاني أو روحي حتى، وفي الوسط يمدون يدهم إلى بعض. احتمال هذا هو الشخص اللي قلت لك هو القادم في طريقك، شخص عزيز عليك، دائما هو مثل ما نقولين حليفك، حليفك هذا الشخص في الحياة، وانتم مرتبطين مع، وإن كنتم مختلفين انتم مرتبطين قبل هذه الحياة، انت اجتمعتوا لسبب هني، وهو ان هذا الشخص يفهمك، لانه جدا يفهمك، حان الوقت ان انت تتقبل نصيحته. عنده نصيحة في الفترة القادمة، ورأي، رأي عنده رأي واضح ودقيق بخصوص حياتك، حاول انك تتقبله، لان هذا الشخص مو شخص يدخل ويخرج من حياتك او شخص عابر، هذا الشخص عندك معاه ارتباط روحي واسباب تجمعك فيه.